بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هناك معلومة هامة جدا جدا لكل من أراد أن يربي أبناءه على الصلاة والمحافظة عليها وعدم تركها. الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا في كتابه العزيز؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الاصطبار، التكرار بالتعليم، تربية الأبناء على الصلاة ليست كلمة هكذا يقولها الإنسان الأم أو الأب ثم يمشي، لا. عندما تأمر ابنك بالصلاة ينبغي عليك أن تكون معه: يا فلان قم، اذهب وتوضأ وصل صلاة العصر. من السذاجة والاستغباء وعدم حمل هذه المسؤولية بمحمل الجد أن تقول له هذا الأمر ثم تتركه ولا تتابعه. إذا أمرته بهذه الأوامر فيجب أن تكون معه، خصوصا في بداية التعليم من السابعة. علموا أبناءكم على سبع واضربوهم عليها لعشر، كما في معنى الحديث النبوي. فيبدأ التعليم من عمر السابعة بالتدرج، بالرفق، باللين. إذا أمرته بالصلاة يجب أن تقف معه، تأخذه بيدك وتذهب به إلى الوضوء، أو تذهبي به أو بها إلى الوضوء، وتعلمه كيف يتوضأ خطوة بخطوة، مرة مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سيتعلم الوضوء الصحيح بلا أي خطأ. وبعد ذلك تجعله يصلي بجانبك وتعلمه كيف يصلي بالتدرج حتى يتقن الصلاة. من أكبر الأخطاء التي تجعل الأبناء غير ملتزمين بالصلاة هو عدم التكرار. أنا بالنسبة لي شخصيا كلما أدخل البيت مباشرة أول سؤال أسأله بعد السلام: يا ابني صليت؟ كل صلاة يجب على الأم والأب سؤال الأبناء والتدقيق في هذه المسألة. وعندما تأمرهم بالصلاة يجب أن تكون كلماتك نورانية، إيجابية، محببة، مبهجة: يا بنتي الصلاة نور، الصلاة رحمة، الصلاة انشراح، راحة، الذي يصلي في رحمة الله وفي محبة الله وفي قرب الله، والذي لا يصلي في الظلمات، في الضيق، في الضنك. الصلاة حياة، الصلاة جنة الروح، الصلاة حلاوة الروح، الصلاة هي الحياة، الذي يصلي حي والذي لا يصلي ميت، الذي يصلي منشرح الصدر مبتهج سعيد، الذي لا يصلي كئيب مظلم ضيق الصدر. هكذا نربي بهم هذه الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، والله وحق إن الصلاة نور، ولولا الصلاة لكان الموت أحب إلينا من الحياة. الصلاة هي اتصال بالله. الله سبحانه افترض علينا خمس صلوات باليوم حتى نتصل به جل جلاله وتقدست أسماؤه النور الأعظم. نتصل به خمس مرات باليوم. الله أعطانا 24 ساعة في اليوم وأراد منا خمس صلوات، كل صلاة لا تستغرق منا خمس إلى سبع دقائق. الصلاة هي راحة، هي راحة الإنسان، هي استراحته، هي روحه، هي ريحانه. هذه الحياة يا أخوة يعني مقلقة، مزدحمة، موحشة، مرعبة بصراحة. الإنسان لا يأمن، متقلبة، غير آمنة، مؤلمة. فإذا لم يكن لنا مكان نلجأ إليه وأمان نذهب إليه ونرتمي بين يديه سبحانه وتعالى، لن نرتاح ولن نطمئن. فمن أهم أساليب
وأسباب تعليم الأبناء على الصلاة هو التكرار يوميا في كل صلاة. أقف عند هذا الابن حتى يصلي، أقف عند هذه البنت حتى تصلي، وإذا فات الصلاة أو نسي لا أعنفه وأكذبه وأهجم عليه خطأ، ليتعامل معك بصدق: يا ابني صليت؟ لا والله، لأن إلى الآن مبتدئ يتعلم الصلاة من السنة السابعة إلى العاشرة، هذه فترة تعليم. لا يا أبتي ما صليت. ما هي الصلوات التي لم تصليها؟ والله الظهر والعصر. طيب يا حبيبي انهض الآن وتوضأ واستعن بالله وصل الظهر والعصر التي فاتتك، حتى ينشرح صدرك وتبتهج وترتاح وتطمئن وتسعد. الصلاة حياة يا ابني، الصلاة رحمة، الصلاة سعادة. مرة مرتين ثلاث أربع خمس عشر عشرين سيتعلم ويرتبط بالصلاة وتكون هي حياته، هي أكسجين الحياة، لن يتخلى عنها بعد ذلك، مستحيل، خلاص جرت في دمه وروحه. الصلاة هي الحياة. بعض الأمهات والآباء المتأثرين في الغرب يربون أبنائهم على يعني اللغة الأجنبية ويعني الافتخار والتفاخر بثقافة الغرب، فينشأ الولد ضعيف لا يهتمون بالدين ولا يأمرونه بالصلاة، وعادي عندهم الموضوع يعني. فلما يكبر هذا الابن وتشب هذه الفتاة يبكون دما. لماذا؟ لأن ليس له وازع ديني. فتجد هذا الابن ذهب انسحب مع أصدقائه إلى اللعب والنساء والخمر، أحيانا كثيرة يتدمر بالمخدرات. فتتصل هذه الأم وهي تبكي: ابني راح، ابني فقدت، ابني عاق، ابني ابني. طيب ابنك يصلي؟ لا والله ما يصلي، احنا ما علمنا على الصلاة. هذه هي نتيجة عدم ربط الأبناء بالله سبحانه وتعالى. الدين خير، الدين أمان، الدين رحمة، الدين ستر، الدين استقرار، الدين أسرة، الدين شرف وأمان وصدق ونظافة وطهارة. لما تفصل هذا الابن وهذه البنت عن الله، كيف سترجو منه أن يعني يبرك، يكون بار بك؟ ما هو الوازع؟ ما هو الحافز؟ من أعظم أسباب البر بالوالدين هو طلب رضا الله وطاعة لأمر الله، لأن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. عندما تعرض عليه الخمور والمسكرات والزنا والنساء، ما الذي يمنعه عن هذا الأمر؟ الدين، مراقبة الله سبحانه، الصلة بالله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عندما تقصر بربط أبنائك بالصلاة والدين فأنت تعرضهم إلى الكوارث. عندما يتجه إلى الزنا فأنت تعرضه إلى أمراض قاتلة خطيرة، أمراض مهلكة، تعرضه إلى الإدمان، إلى السكر. انظر إلى أوروبا وأمريكا، إحصائيات الإدمان على المسكرات مرعبة، كوارث، الكوارث الأسرية التي تحصل من ضرب الزوج لزوجته وأبنائه، ومن تفكك الأسر بسبب هذه المسكرات، كوارث. فعندما تريد أن تنقل هذه الثقافة إلينا فأنت مع الأسف ما عرفت. في القواعد الفقهية الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. أنا أستفيد من الغرب الأمور التي تفيدني فعلا في حياتي، ولكن لا أخذ منهم النجاسات أجلكم الله والفساد والقذارة. الإنسان ينزه نفسه عن هذا الأمر. الله كرم بني آدم وجعله كريما نظيفا عفيفا. الدين كله خير، لذلك من أركان الإسلام
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة مباشرة بعد الشهادتين. وإقام الصلاة، فالصلاة هي عمود الخيمة، إذا سقط العمود سقطت الخيمة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عندما تتهاون في تعليم ابنك أو ابنتك الصلاة فأنت تعرضهم إلى كارثة، إلى كفر وإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الفرق الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، الفرق الذي بيننا وبين الكافرين الصلاة. قال سبحانه في كتابه العزيز: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أوجدنا وأوجد هذه العوالم من أجلنا، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض حتى نجحد وننساه؟ لا نصلي له، لا نتصل به، لا نشكر. والله العظيم إن من أعظم الكرامات علينا كأمة الإسلام الصلاة. لما الله يأذن لنا أن نقف بين يديه ونناجيه كل يوم 5 مرات، نناجي من؟ نناجي النور الأعظم، نناجي الله. الله تعرفون من هو الله؟ الله موجد الجمال، الله خالق العجائب، الذي خلق ما يبهر العقول، الذي خلق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله الذي لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه من جماله وجلاله كل ما أمامه من جماله وجلاله سبحانه وتعالى. لذلك لن نرى الله إلا في الجنة. ستكون خلقتنا مهيئة لأن نتحمل هذا الجمال وهذا الجلال الفائق العظيم. فأعرض أبنائي لهذه المسألة. لماذا؟ مسألة كفر وإيمان، اختلف العلماء فيها، يكفر أو لا يكفر. تخيلوا إلى أي درجة وصلت. هناك أقوال أنه كافر، فلماذا أصلا أعرض نفسي إلى هذه الكارثة وإلى هذه الشبهة؟ لماذا؟ ما عندي استعداد أموت وأنا لا أدري أنا مسلم ولا كافر. كارثة، مغامرة خطيرة جدا. على إيش؟ مئات الملايين من المسلمين يصلون، لماذا أنت لا تصلي؟ هذا كلام موجه لمن يعني يترك الصلاة لا يصلي. شيء عجيب سبحان الله العظيم، والله نتعجب. وأسأل الله السلامة والعافية، كيف مسلم لا يصلي؟ صغار وكبار، نساء وشيوخ، الكل يصلي، أنت لماذا لا تصلي؟ هل الله سبحانه أمرنا بأمر لا نستطيع عليه؟ قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا لا تصلي؟ لماذا تضحي بنفسك ومستقبلك وحياتك؟ تموت وأنت لا تصلي، أقسم بالله كارثة، والله العظيم مصيبة. إلى الدرجة أنت شجاع أنك تموت وأنت في غضب الله وأنت لا تصلي، ركن من أركان الإسلام. لماذا؟ مشلول، فاقد العقل، ناس والله يعني طريحي الفراش، لا يستطيع أن يحرك إلا عينيه، يصلي بعينيه. هذه النساء وهذه الأطفال والشيوخ والعالم الإسلامي كله يصلي، أنت لا تستطيع، لماذا؟ هناك من غير المسلمين عمره ما كان يصلي، فلما أسلم التزم بالصلاة، الصلاة لا تفوته. والداي ربوني أن هذه الصلاة حياة أو موت، هذه الصلاة كفر أو إيمان، هذه الصلاة هي التي ستسأل عنها يوم القيامة أول ما تسأل عنه، وهي سبب دخولك الجنة. خلاص عرفت أنها فرض علي من الله سبحانه وتعالى.
ومع المداومة والتكرار من الوالدين، الحمد لله صارت هذه الصلاة هي حياتي. أكبر خيانة وأكبر غش لابنك وابنتك أن تحرمه من حياة الروح، أن تحرمه من النور، أن تحرمه من الاتصال بأرحم الراحمين الله جل جلاله. أكبر خيانة أن تجعلي ابنك أو ابنتك بلا ركن أمين يلجأ إليه في هذه الحياة الصعبة المتقلبة. أنا أدعو الأمهات لأنهن أكثر التزاما في البيت وأكثر اتصالا بالأبناء. كلما قمت إلى الصلاة يا أختي الفاضلة الكريمة طاعة لأمر الله، مري أبنائك وبناتك بالصلاة. إذا قمت للصلاة ناديهم جنبك، تعالوا، تعال يا بنتي، تعال يا ابني، تعال صل. لو كل أم وقت الصلاة تدعو أبنائها ليصلوا معها، أما مسألة أنا أأمر هكذا والله الهادي، نحن نعلم أن الله هو الهادي سبحانه، ولكن لا ننسى أن الله أمرنا بأن نأمرهم بالصلاة ونصطبر عليها، ونصطبر على هذه الصفة، أن نأمر ونأمر ونأمر ونكرر. لو تم تطبيق هذه الطريقة في بيوتنا، والله سيتعلمون الأبناء الصلاة وسيلتزمون بها ويرتبطون بها، هم سيصلون لوحدهم. إذا بلغوا 10 سنين فهنا حتى في مسألة الضرب، الضرب هو ليس الضرب المبرح، الضرب القاسي الموجع، لا، المقصود بالضرب إذا لم يصلي هو الضرب الذي يشعر يعني هذا الولد أو هذه البنت بالزجر، بأن الموضوع هام، الضرب الغير مبرح. إذا تعلم أبناؤك الصلاة فأنت الفائز، حميتهم من فتن الحياة، أمنتهم باتصالهم بالله سبحانه وتعالى. لا أمان إلا من الله. كل صلاة يصلونها هي في ميزان حسناتك وحسناتك أيتها الأم إلى يوم القيامة، وهذا العلم موصول وموروث إلى أبناء أبناء أبنائك، لأنك أنت سبب في تعليمهم والدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. عدم تعليم أبنائك الصلاة بجدية وإخلاص هي خيانة للأمانة، ولا أعظم من خيانة أن تفصل أبنائك عن الله سبحانه وتعالى، لا أعظم من خيانة أن تحجبهم عن سبب وجودهم الأصلي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أهم أسباب محافظة الأبناء على الصلاة هو الدعاء. تخيلوا نبي الله خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أن تدعو وتكثر من دعوات صلاح الأبناء. علموا أبناءكم أن الصلاة مثل الماء، لا تستطيع العيش في يومك من غيرها. الصلاة هي نجاتك، الصلاة هي نجاتك، هي أمانك، هي حياتك. الصلاة مفتاح كل خير، الصلاة مجلبة للرزق، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، شارحة للصدر، مغذية للروح، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. الصلاة حياة، فمن ضيعها أصبح ميتا على قيد الحياة. لا تؤجل صلاتك، فإن الله لا يؤجل وفاتك. إذا هجرت الصلاة فاعلم أن الراحة والبركة هجرت حياتك. هذه أم كانت توقظ أبنائها للصلاة، تقول لهم: قوموا للصلاة،
لا نريد أن ينقص منا أحد في الجنة. وفي الختام أقول هذه المقولة: راحة البال هي حقيقة لن يفهمها تارك الصلاة. هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الحق، وأن يثبتنا على الصلاة على أجمل وجه يحبه ويرضاه. لولاك يا رب ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. أنت الهادي وأنت الموفق، وأنت سبحانك الذي تعطي بغير حساب. نسألك يا رب العالمين إيمانا وبركة ورحمة ونورا وحبا للطاعة وكرها للمعصية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا وقلوب أحبابنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.